اهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، واهلا بضيوفي في الاستوديو. حضراتكم زي ما انتم عارفين ان في كل حلقه ممكن تكسب ربع مليون جنيه. برنامجنا اسمه 50 50. قوانين اللعبه سهله جدا، لكن لازم نراجعها مع بعض في بدايه كل مرحله. المرحله الاولى معايا ثلاث فرق، كل فريق عباره عن اثنين متسابقين. بعرض عليهم السؤال، الفريق اللي عارف الإجابة وبسرعة بيدوس على الشاشة اللي قدامه. لكن خلي بالكم، المتسابق اللي داس على الشاشة مش هو اللي بيجاوب، المتسابق التاني اللي معاه في الفريق هو اللي بيجاوب. جاوبوا السؤال صح كسبوا 200 نقطة، جاوبوا السؤال غلط ال 200 نقطة بيتفرقوا على الفريقين التانيين. نبتدي مع بعض ونتعرف على أول فريق، وهو محمد وخالد. محمد وخالد أصدقاء وهم من اسكندرية. الفريق الثاني وائل ووليد. وائل ووليد إخوات. الفريق الثالث عبد الرحمن وإسلام. عبد الرحمن وإسلام أصدقاء من 14 سنة. أهلا بكم. نبتدي مع بعض المرحلة الأولى والسؤال الأول. ما هو أكبر طائر في العالم؟ محمد اللي داس هو اللي بيجاوب. الإجابة الأولى النعامة، الإجابة الثانية الطاووس. نعم النعامة. نشوف الإجابة صح ولا غلط. الإجابة صح. محمد وخالد بقى معاهم 200 نقطة. السؤال اللي بعد كده، من الذي لقب بشاعر النيل؟ الإجابة الأولى حافظ إبراهيم، الإجابة الثانية أحمد رامي. وليد هو اللي بيجاوب. حافظ إبراهيم. شوف الإجابة صح ولا غلط. الإجابة صح. وائل وليد بقوا 200 نقطة. السؤال اللي بعد كده، ما هو اسم المرض المعروف بداء الملوك؟ الإجابة الأولى القصور الوريدي، الإجابة الثانية النقرس. نقرس. شوف الإجابة صح ولا غلط. الإجابة صح. محمد وخالد بقوا 400 نقطة. عبد الرحمن وإسلام شد حيلكم، عايزين منافسة. السؤال اللي بعد كده، ما هو مجموع زوايا المستطيل؟ خالد هو اللي بيجاوب. الإجابة الأولى 180، الإجابة الثانية 360. خالد 360. الإجابة الثانية. شوف الإجابة صح ولا غلط. الإجابة صح. محمد وخالد بقوا 600 نقطة. السؤال اللي بعد كده، ما هي جنسية سيجمند فرويد مؤسس مدرسة التحليل النفسي؟ الإجابة الأولى نمساوي، الإجابة الثانية أمريكي. وليد هو اللي بيجاوب. نمساوي. شوف الإجابة صح ولا غلط. إجابة صح. وائل وليد بقوا 400 نقطة. اسم رضوى يعني المحبة المطيعة الراضية بنصيبها. الإجابة الثانية. خالد هو اللي بيجاوب. الإجابة الثانية. شوف الإجابة صح ولا غلط. الإجابة خطأ، معناها ال 200 نقطة بيروحوا للفريقين التانيين. عبد الرحمن وإسلام بقوا 100، وائل وليد بقوا 500 نقطة. السؤال اللي بعد كده، من هو مؤلف كتاب أحياء علوم الدين؟ الإجابة الأولى أبو حامد الغزالي، الإجابة الثانية الإمام الشافعي. وليد أبو حامد الغزالي. نشوف الإجابة صح ولا غلط. الإجابة صح. وائل وليد بقوا 700 نقطة. السؤال اللي بعد كده، ما هي أكثر اللغات انتشاراً في أمريكا الجنوبية؟ الإجابة الأولى اللغة الإسبانية، اللغة البرتغالية هي الإجابة الثانية. وليد هو اللي بيجاوب. اللغة البرتغالية. شوف الإجابة صح ولا غلط. إجابة خطأ، 200 نقطة بيتوزعوا على الفريقين التانيين. عبد الرحمن وإسلام بقوا 200 نقطة، محمد وخالد بقوا 700 نقطة. السؤال اللي بعد كده، عودة الروح مسرحية شهرزاد من تأليف توفيق الحكيم، دي إجابة أولى. الإجابة الثانية من تأليف طه حسين. الإجابة الأولى توفيق الحكيم. شوف الإجابة صح ولا غلط. خالد هو اللي فعلا إجابة صح، وخالد ومحمد بقى معاهم 900 نقطة. عمل ألوان
عبد الرحمن اخيرا داس، اسلام هو اللي هيجاوب. يصيب الذكور اكثر ولا يصيب الاناث اكثر؟ يصيب الذكور اكثر. رقم واحد. شوف الاجابه صح ولا غلط. اجابه صح. عبد الرحمن واسلام بقوا 400 نقطه. البيض الممشش، وليد هو اللي هيجاوب، يعفن ويعشش ولا يتدحرج على بعضه؟ يعفن ويعشش. الاجابه الاولى. شوف الاجابه صح ولا غلط. اجابه خطا. ال 200 نقطه بيتوزعوا على الفريقين التانيين. عبد الرحمن واسلام بقوا 500 نقطه، محمد وخالد بقوا 1000 نقطه. المسافه بين القاهره والعريش، اسلام اللي هيجاوب، هل هي 381 ولا 281؟ 381. شوف الاجابه صح ولا غلط. الاجابه صح. عبد الرحمن واسلام بقوا 700 نقطه. خلي بالكم احنا في اخر دقيقه في المرحله الاولى. السؤال اللي بعد كده، اخر اغنيه غناها محمد عبد الوهاب، كل ده كان ليه؟ الاجابه الثانيه من غير ليه. اول واحده. شوف الاجابه صح ولا غلط. الاجابه خطا. عبد الرحمن واسلام وزعوا النقطتين على الفريقين التانيين، وائل 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 وليد بقوا 800 نقطه، ومحمد وخالد بقوا 1100 نقطه. السؤال اللي بعد كده، العين السخنه تقع على خليج السويس، اجابه اولى، خليج العقبه اجابه ثانيه. عبد الرحمن، اول واحده. شوف الاجابه صح ولا غلط. اجابه صح. عبد الرحمن واسلام بقوا 900 نقطه. السؤال اللي بعد كده، ما هو اصل الاسفنج الطبيعي؟ خالد، الاجابه الاولى الحيوانات، الاجابه الثانيه النباتات. نباتات. شوف الاجابه صح ولا غلط. الاجابه خطا. ال 200 نقطة بيتوزعوا على الفريقين التانيين، عبد الرحمن واسلام بقوا 1000، وائل وليد بقوا 900، محمد وخالد 1100، لكن برضه محمد وخالد هم اللي هيستمروا معانا في المرحلة التانية. شكرا لوائل وليد، شكرا لعبد الرحمن واسلام. محمد، شكرا لوائل ووليد، شكرا لعبد الرحمن واسلام. محمد وخالد هم الفريق الكسبان في المرحلة الأولى، ومعانا في المرحلة التانية و50 50. رجعنا لكم تاني و50 50، ومعايا خالد ومحمد هم اللي كسبوا في المرحلة الأولى، وهنبتدي معاهم المرحلة التانية. لكن كالعادة نتعرف أكتر على خالد ومحمد. محمد، مين اللي كلم في التليفون الأول عشان تشتركوا في البرنامج؟ خالد. طب اشمعنى محمد اللي اخترته؟ يعني يعتبر دماغنا قريبة جدا من بعض يعني، وغير كده كمان احنا أصحاب من فترة طويلة وفاهمين بعض أوي. طب قول لي، ما دام انتوا اصحاب قوي كده، يعني ايه مميزات محمد؟ ايه اكتر حاجه ميزه في محمد؟ هما حاجتين مش حاجه واحده. ايه هما؟ هو اولا صاحبه جدا. كويس. رجوله جدا مع اصحابه. كويس. ايه التانيه بقى؟ التانيه دمه خفيف جدا. والله؟ فعلا. خلاص. محمد، ايه احلى حاجه في خالد؟ ايه مميزاته يعني؟ طيب جدا. هتعملوا ايه بربع مليون جنيه؟ خالد اساله هو الاول بقى. طيب محمد، لا بنكسبهم باذن الله. بنكسبهم لما نفكروا براحتنا. انتوا الاثنين من اسكندريه. منين من اسكندريه طيب؟ انا من ميامي. خالد؟ من السيوف. من السيوف. اهلا بيكم، واهلا باهل اسكندريه كلهم اللي شايفيننا على الشاشه. نبتدي مع بعض خالد ومحمد في المرحله الثانيه. المرحله الثانيه عباره عن 10 اسئله. خالد 5، محمد 5. كل سؤال من العشرة ليه قيمة معينة أو مبلغ معين. مثلا السؤال الأول قيمته 500 جنيه، السؤال الثاني 500 جنيه، بعد كده 1500 1500، 2000 2000، 3000 3000، 5000، وآخر سؤال 6000 جنيه. مجموع الأسئلة دي أو العشر أسئلة دي 25000 جنيه.
معناها يا محمد، معناها يا خالد، ان احنا بنلعب في المرحله الثانيه على 25000 جنيه. لو جاوبوا السؤال صح بيكسبوا قيمه السؤال وبيتحط في البنك اللي محطوط تحت العشر اسئله. لو جاوبتوا غلط بتخسروا نص المبلغ اللي موجود معاكوا في البنك. محمد، لو بسالك انت الاول، يعني بتختار ما بين الاجابه الاولى او الاجابه الثانيه، عندك الوقت. خالد، من أول ما محمد اختار الإجابة وداس على الإجابة عندك 10 ثواني فقط، يا إما تأكد الإجابة اللي قالها يا إما تختار الإجابة التانية، والعكس صحيح. واضح؟ واضح. نبتدي مع بعض، وخالد ومحمد في 50-50 وبيلعبوا على 25000 جنيه في المرحلة التانية. السؤال الأول قيمته 2000 جنيه. السؤال لمحمد، أين يقع مقر منظمة أوبك؟ الإجابة الأولى في بيرن، الإجابة الثانية في فيينا. محمد خد وقتك. منظمة أوبك، خالد بفكرك 10 ثواني. هما الاثنين في السؤال الاولاني يختاروا الاجابه الثانيه اللي هي فيينا. احنا في البدايه اي نعم السؤال قيمته 2000 جنيه، انما احنا في بدايتنا خلينا نشوف الاجابه صح ولا غلط. اجابه صح. خالد ومحمد بقى معاهم 2000 جنيه في البنك. كويس. السؤال اللي بعد كده السؤال الثاني وقيمته 500 جنيه. السؤال لخالد، من هو هارون الرشيد؟ الإجابة الأولى خليفة عباسي، الإجابة الثانية خليفة أموي. هنستأذن لو سمحت يا خالد ولو سمحت يا محمد، محدش بيبص للتاني. أوكي. مركزين في الشاشة، ركزوا عشان تجاوبوا صح. خد وقتك يا خالد، انتوا معاكوا 2000 جنيه في البنك والسؤال قيمته 500 جنيه. قانون اللعبه احنا بنمشي مع المتسابق الثاني او اختيار المتسابق الثاني. انت متاكد قوي كده يعني؟ اه. طيب ما دام متاكد خلينا نشوف الاجابه صح ولا غلط. إجابة صح. هما الاثنين ابتسموا ابتسامة عريضة. خالد ومحمد بقى معاهم 2500 جنيه. هايل. حلو إن الواحد يبقى عارف المعلومة ومتأكد من نفسه. حاجة جميلة. السؤال اللي جاي قيمته 1500 جنيه. محمد، سؤال ليك. من هو مؤلف أعطيني الناية وغني؟ إجابة أولى جبران خليل جبران، إجابة الثانية خليل مطران. خد وقتك يا محمد، معاكوا 2500 جنيه. عارف أنت أعطيني الناية وأغني. إيه؟ أنا بغنيها على طول، أنا بحبها جدا. بس في مؤلف يوم رحل. هل هو جبران خليل جبران ولا خليل مطران؟ محمد وخالد اختاروا الإجابة الأولى. معاهم 2500 جنيه وقيمة السؤال 1500 جنيه. لو جاوبتوه صح هيبقى معاكوا 4000 جنيه. جاوبتوه غلط بتخسروا نص المبلغ اللي في البنك، هيبقى معاكوا 1250 جنيه فقط. خالد، ليه أكدت على جبران خليل جبران؟ هو يمكن النواحي الموسيقيه شويه انا مش قوي فيها، فحياه بالذات يعني، وشهرته حياه على فكره. قوي شويه في النواحي الموسيقيه يعني.
محمد انت اللي خدت وقتك. انا خدت وقتي انا قدر الله. فجبران خليل وجبران اوكي، هو من عيلة اساسا لبنانيه، وفي معظم الشغل بتاع فيروز مع عيلة واحده، فانا كنت متردد بين جبران خليل وجبران وخليل مطران، بس على ما اظن جبران خليل مجران، على ما اظن نسبتي مش عاليه بس انا متاكد شويه. عموما هنشوف اجابه السؤال الثالث صح ولا غلط. اجابه صح. خالد ومحمد بقى معاهم 4000 جنيه. هاي ماشيين كويس. السؤال اللي جاي لخالد وقيمته 2000 جنيه. من هو مؤلف القاموس المحيط؟ الرازي، الفيروزابادي. من هو مؤلف القاموس المحيط؟ الرازي ولا الفيروزابادي؟ خد وقتك يا خالد، معاكوا 4000 جنيه. لو جاوبتوا صح هيبقى معاكوا 6000 جنيه. جاوبتوا غلط هترجعوا ل 2000 جنيه. احنا في السؤال الرابع. برضو محمد انت بتجاوب بسرعة في العشر ثواني. هل ده تسرع ولا ده تأكد انك انت متأكد من المعلومة؟ لا نسبتي الكبيرة في الرازي مش عالية. مش عارف. ايه رأيك يا خالد في التسرع بتاع محمد؟ انا وهو هنتفاهم بعد البرنامج. نطلعوا بره يعني مع بعض بره؟ نتفاهم انا وهو بعد ان شاء الله. معاهم 4000 جنيه. لا قدر الله. السؤال قيمته 2000 جنيه. كسبوه هيبقى معاهم 6000 جنيه. خسرتوه يا محمد. هيبقى معاكوا 2000 جنيه فقط. كل واحد جاوب إجابة غير التاني. نشوف إجابة السؤال الرابع صح ولا غلط. إجابة صح. خالد ومحمد بقى معاهم 6000 جنيه. مش هتفاهم معاك بعد البرنامج. حلو الدويتو ده. حلو. أتمنى إن الدويتو ده ينجح لغاية الآخر. انتوا عارفين ان احنا بنلعب في المرحله دي على 25000 جنيه، بقى معاكوا 6000 جنيه في البنك، واحنا داخلين على السؤال الخامس اللي قيمته 5000 جنيه. اوكي السؤال لمحمد. افريقيا كانت تطلق على، الاجابه الاولى موريتانيا، الاجابه الثانيه تونس. خد وقتك ما تتسرعش زي كل مره، خد وقتك. إفريقية، موريتانيا ولا تونس؟ تونس ولا إفريقية ولا موريتانيا؟ مش هطلع بالراحة يعني. خالد بفكرك بعشر ثواني بسرعة. هما الاثنين جاوبوا الإجابة الأولى موريتانيا. طيب انت كان عندك الوقت، عايز اعرف اشمعنى موريتانيا ما خدتش تونس ليه؟ ما اظنش انها تبقى تونس، انا مش عارف المعلومه، بس توقعي ان انا تبقى موريتانيا، لان موريتانيا سي انها دوله بتعتبر من حواف قاره افريقيا، فممكن بحرين او سي كانت بتسمى قبل كده افريقيا انها دوله على البحر. تونس في وسط افريقيا، فما اظنش هتسموها افريقيا يعني، على ما اظن بصراحه شديده يعني. خالد انت اكدت الاجابه، ليه اخترت موريتانيا ما اخترتش تونس؟ هو كان الهدف من مفتاحات عقبه بن نافع اللي انا كنت اعرفه، هو فتح بلاد شمال افريقيا اللي هي افريقيا اللي هي تعتبر شمال الجزء كله اللي هو قاره افريقيا كلها، عشان يعدي بعد كده موسى بن نصير يفتح بلاد الاندلس، وكان ما انتهاش من الفتوحات ديت غير موريتانيا في الاخر، فاعتقد ان كان هي دي الهدف ان هو يوصل لشمال افريقيا لافريقيا. عموما خالد محمد انتوا معاكوا 6000 جنيه. قيمه السؤال 5000 جنيه. اوكي. جاوبتوا صح هيبقى معاكوا 11000 جنيه. جاوبتوا غلط هتخسروا نص المبلغ اللي معاكوا في البنك،
هيبقى معاكوا فقط 3000 جنيه. الفرق ما بين 3000 و 11000 كبير. نشوف مع بعض إجابة السؤال الخامس، هيبقى صح ولا هيبقى غلط؟ إجابة خطأ. خالد ومحمد بقى معاهم دلوقتي في البنك 3000 جنيه. خالد ومحمد انتوا كنتوا ماشيين كويس قوي، لكن ما يمنعش ان احنا ما نتسرعش في الاجابات ونفكر اكتر. خالد ومحمد معانا في المرحله الثانيه، لكن بعد الفاصل و50 50. رجعنا تاني وخالد ومحمد معايا من اسكندرية، جايين طازة من اسكندرية وفي 50-50. خالد ومحمد قبل الفاصل كان معاهم 3000 جنيه. خالد ومحمد السؤال السادس قيمته 500 جنيه. السؤال لخالد. حمورابي صاحب شريعة حمورابي هو ملك بابل، دي الإجابة الأولى. الإجابة الثانية ملك أشور. خد وقتك يا خالد، انتوا لسه خسرانين مبلغ قبل الفاصل محتاجين تعوضوه. سمعت عن حمورابي؟ سمعت. هل هو ملك بابل ولا ملك أشور؟ هما الاثنين اختلفوا في الإجابة. خالد قال ملك أشور، محمد ما مشيتش معاه واخترت ملك بابل. ليه؟ حمورابي على ما أظن في العراق، فبابل في العراق على ما أظن، إن عارف على بابل في العراق، فأنا اعتمدت إن هي حمورابي بابل. خالد أنت اللي اخترت ملك أشور. تعرف إن هو من ملوك الأشوريين. معلومات عامه. عموما احنا بنمشي مع اجابه المتسابق الثاني، ده قانون اللعبه. معاكم 3000 جنيه، السؤال ب 500 جنيه، كسبتوه بقى معاكم 3500 جنيه، خسرتوه هيبقى معاكم فقط 1500 جنيه. نشوف مع بعض اجابه السؤال السادس صح ولا غلط. إجابة صح. خالد ومحمد بقى معاهم 3500 جنيه. في حد بيدعي لكم في اسكندرية دلوقتي؟ شكلها كده. ها؟ شكلها كده. أتمنى. وخصوصًا إن إحنا السؤال السابع قيمته 3000 جنيه. سؤال لمحمد. ما جنسية حرس الفاتي كان؟ الإجابة الأولى سويسري، الإجابة الثانية إيطالي. الفاتيكان. خد وقتك يا محمد، محتاجين تعوضوا اللي فات. محمد تسمع إن الحرس للفاتيكان جنسية تانية. هما الاثنين اختاروا الإجابة رقم 2 اللي هو إيطالي. ليه يا خالد أكدت بسرعة على الإيطالي؟ عشان الفاتيكان موجودة في عاصمة إيطاليا. إيه؟ عشان الفاتيكان موجودة في عاصمة إيطاليا روما.
بالتالي الحرس هيبقى اكيد من نفس الجنسيه، الجنسيه الايطاليه. محمد انت اللي كان عندك الوقت، ليه ما خدتش الجنسيه السويسريه؟ الحرس حرس الفاتيكان اساسا من بره مدينه الفاتيكان، حرس الفاتيكان اساسا ايطاليين. انا اظن ده نسبه كبيره، عارف عندك نسبه كبيره من ان السؤال صح اللي هو ايطالي. تمام، معاهم 3500 والسؤال 3000، معناها لو كسبتوه هيبقى 6500 جنيه، خسرتوه هيبقى معاكوا فقط 1750 جنيه. نشوف إجابة السؤال السابع صح ولا غلط. إجابة خطأ. خالد ومحمد بقى معاهم دلوقتي 1750 جنيه. خالد ومحمد أرجو إن كنتوا تفكروا أكتر في الأسئلة وبعدين تجاوبوا. السؤال الثامن وقيمته 1500 جنيه. ناقص لكم 3 أسئلة فقط. حاولوا تكسبوا. السؤال لخالد، من هو مخرج العذراء والشعر الأبيض؟ إجابة أولى حسين كمال، إجابة تانية عاطف سالم. خد وقتك يا خالد، محتاجين تعوضوا اللي فات، وقيمة السؤال 1500 جنيه. العذراء والشعر الأبيض. خالد ومحمد اختاروا الإجابة الأولى اللي هو حسين كمال. محمد انت برضو كالعادة تختار بسرعة. 5 ثواني والله. 5 ثواني مراتي. انت فاكر الفيلم ده؟ طبعا. كان بطولة مين؟ شيريهان ومحمود عبد العزيز. ومين تاني؟ محمود عبد العزيز بالظبط. صح كده. نبيل عبيد. حسين كمال. نبيل عبيد، حسين كمال. مش عاطف سالم. أنا مش متأكد من الإجابة بتاعت المخرج بصراحة، بس أنا اخترت على حسين كمال أكتر. خالد شفت الفيلم طبعا ولا ما شفتوش ولا مرة؟ لا شفته مرة. شفته قبل كده. التترات بتاعت الفيلم أخدت بالك اسم المخرج؟ لا حاسس ما بهتمش بالتتر بصراحة عشان أبقى صريح معاك. نشوف إجابة السؤال الثامن صح ولا غلط؟ إجابة صح. خالد ومحمد بقى معاهم 3250 جنيه. خالد ومحمد ناقص لكم سؤالين. اللي جاي هو السؤال اللي قبل الأخير وقيمته 3000 جنيه. السؤال لمحمد. الياردة تساوي الإجابة الأولى 91/100 متر. الإجابة الثانية 81/100 متر. خد وقتك يا محمد، حاولوا تعوضوا اللي فات. لو كسبت السؤال هيبقى معاكوا 6250 جنيه. محمد انت عارف ايه هي الياردة؟ اتفضل يا محمد. هما الاثنين اختاروا الإجابة الثانية اللي هي 81/100 متر. محمد انت محاسب؟ لا. خالد هو اللي محاسب صح؟ ليه اخترت 81/100 متر؟ والله هو موضوع دوت ملوش دعوة بالحسابات، هو له دعوة بالنشاط اللي كنت قايله في ايام الكليه. واحنا كنا في الجواله كنا بنقيس الياردة بالخطوه، تقريبا ياردة زي الخطوه قريبه من الخطوه جدا. انا كانت خطوتي قايميها 75 سم بالظبط، الياردة مش هتبقى بعيد عنها، مش هتبقى مثلا فرق 20 سم مره واحده، يبقى عملاق جدا اللي يبقى خطوته متر. لا هو الفرق 10 سم بس. 10 سم بس. في ما بين ال 91/100 وال 81/100. فانا اخترت مش 20. لا انا قلت ايه تبقى في حدود ايه قريبه برضه.
نشوف إجابة السؤال التاسع صح ولا غلط. إجابة خطأ. خالد ومحمد بقى معاهم 1625 جنيه. السؤال اللي جاي هو السؤال العاشر. خلي بالكوا جدا، خدوا وقتكوا وفكروا كويس، لأن السؤال العاشر قيمته 6000 جنيه، يعني ما زال ممكن تعوضوا وتطلعوا بمبلغ أكبر للمرحلة الثالثة. السؤال لخالد. الأمين العام للأمم المتحدة الذي مات في حادث طائرة، داج هامر شولد ولا يو ثانت؟ معاكو 1625 جنيه، كان معاكو مبلغ أكبر بكتير، خسرتوه. لكن السؤال العاشر قيمته 6000 جنيه، يعني ممكن تعوضه ويبقى معاكو في البنك 7625 جنيه. جاوبتوا غلط، رجعتوا ل 813 جنيه فقط. خالد، عشر ثواني. خالد ومحمد اختاروا الإجابة الثانية. محمد انت كنت متردد المرة دي في العشر ثواني، ما كنتش متأكد قوي فدوست بسرعة. لا، اخدت وقتك. اشمعنى ليه مش داج هامر شولد؟ لأن مش متأكد من الإجابة أساسا. ليه اخترت يا خالد يو ثانت؟ أني برضه مش متأكد من الإجابة. سؤال صعب شوية. يعني معلومة مش واردة. السؤال ب 6000 جنيه. صعب. سؤال صعب شوية. ده السؤال الأخير في المرحلة الثانية. كسبتوه هيبقى معاكوا 7625 جنيه. خسرتوه هيبقى معاكوا فقط 813 جنيه. واخترتوا الإجابة الثانية. نشوف مع بعض إجابة السؤال العاشر والأخير في المرحلة الثانية صح ولا غلط. الإجابة خطأ. خالد ومحمد بقى معاهم 813 جنيه. خالد ومحمد هتختاروا مين هيبقى المتسابق الأول ومين هيبقى المتسابق الثاني. وخلي بالكم في المرحلة اللي جاية، المرحلة الثالثة، المتسابق الثاني هو اللي عليه الحمل الأكبر. تمام؟ خالد ومحمد بعد الفاصل و 50-50. رجعنا تاني و 50-50 ومعايا محمد وخالد في المرحلة الثالثة والأخيرة. محمد وخالد انتوا كسبتوا في المرحلة الثانية 813 جنيه. احنا بنديكوا الفرصة ان احنا نضرب المبلغ ده في 10، يعني هتلعبوا على مبلغ 8130 جنيه. لكن لو جاوبتوا الخمس أسئلة صح اللي في المرحلة الثالثة، خالد بسألك السؤال في خلال 10 ثواني فقط
بتختار ما بين الإجابة الأولى أو الإجابة الثانية بدون ما تتكلم ولا كلمة. محمد من أول ما داس خالد على الإجابة عندك الوقت الكافي، ولكن يا إما تأكد الإجابة اللي قالها خالد يا إما تختار الإجابة الثانية اللي مش موجودة عندك على الشاشة. خلي بالك عشان كده بنقول إن المتسابق الثاني هو اللي بيبقى عليه الحمل الأكبر. جاهزين؟ السؤال الأول بيقول ما هو الإصبع بين الإبهام والوسطى؟ محمد يا إما بتأكد الإجابة اللي قالها خالد اللي هي ظاهرة عندك، يا إما بتختار الإجابة التانية اللي مش موجودة عندك على الشاشة. هما الاثنين اختاروا في السؤال الأول السبابة. احنا طبعا ما بنجاوبش على الأسئلة في المرحلة دي. السؤال الثاني، الدولة التي يطلق عليها بلاد الشمس المشرقة. محمد، خالد اختار الإجابة الأولى. يا إما بتأكد الإجابة يا إما بتختار الإجابة الثانية اللي مش موجودة عندك على الشاشة. أنا بفكرك بس. هما الاثنين اختاروا الإجابة الأولى اللي هي الصين. السؤال الثالث لخالد، لقب صلاح الدين الأيوبي. محمد، برضو في السؤال الثالث خالد ومحمد اختاروا الإجابة الأولى، الملك الناصر. نشوف السؤال الرابع، أبو لمعة من أشهر الشخصيات الإذاعية مثلها. السؤال الرابع، كل واحد اختار إجابة. خالد اختار الإجابة الثانية، محمد اختار الإجابة الأولى، وطبعا احنا قانون اللعبة بنمشي مع المتسابق الثاني. السؤال الخامس في المرحلة الثالثة، اللاعب المصري الذي أحرز هدفا في هولندا في كأس العالم 1990. شايفك يا محمد جاوبت بسرعة، يعني أكدت الإجابة بسرعة. عموما هما الاثنين اختاروا الإجابة الأولى، مجدي عبد الغني. محمد هستأذنك تقوم تقف جنب خالد. محمد وخالد سألناكوا 5 أسئلة، هتراجعوا الإجابات مع بعض لغاية ما هنروح فاصل و 50-50. رجعنا تاني و 50-50 ومحمد وخالد هما اللي معايا في المرحلة الأخيرة في الحلقة. محمد وخالد
احنا عرضنا عليكم 5 اسئله وجاوبتوا عليهم. هطلب منكم كام سؤال متوقعين ان هو يطلع صح وكام سؤال متوقعين ان هو يطلع غلط. محمد وخالد ممكن تتناقشوا مع بعض. في 4 اسئله صح وسؤال واحد غلط. 4 صح واحد غلط. واحده غلط. معناها ان احنا بنلعب في المرحله الاخيره على مبلغ 4065 جنيه. هنبتدي مع بعض ونشوف اجابه الاسئله. هنبتدي بالسؤال رقم 2. الدوله التي يطلق عليها بلاد الشمس المشرقه. الاجابه الاولى كانت الصين، الاجابه الثانيه اليابان. انتوا الاثنين اخترتوا الاجابه الاولى اللي هي الصين. خالد، انت اللي كان عندك الاجابتين، ليه اخترت الصين؟ وده الاختيار اللي احنا اختلفنا فيه، يعني اللي انا اختلف فيه بقى كده. المفروض ان هي بلاد الشمس المشرقه عشان كان عالم اليابان عباره عن شمس طلع منها اشعه، فدي الغلطه اللي عندي. محمد نفس الراي. نشوف مع بعض اجابه السؤال الثاني صح ولا غلط. اجابه خطا. معناها بقى عندكم واحده خطا اللي انتوا اخترتوها، وفي 4 اسئله المفروض ان هم يطلعوا صح عشان تكسبوا 4065 جنيه. السؤال اللي بعد كده رقم 5. اللاعب المصري الذي احرز هدفا في هولندا في كاس العالم 1990. الاجابه الاولى كانت مجدي عبد الغني، الاجابه الثانيه محمود الخطيب. طبعا ده المفروض ان هو سؤال سهل جدا جدا، ده لو انتوا بتحبوا الكوره ومتابعين يعني. للاسف حضراتكم اخترتوا مجدي عبد الغني، وهي اكيد هو صح. سؤال غلط وسؤال صح، ناقص لكم 3 اسئله لازم يطلعوا صح. شوف السؤال رقم 1. ما هو الاصبع بين الابهام والوسطى؟ الاجابه الاولى السبابه، الاجابه الثانيه البنسر. حضراتكم اخترتوا الاجابه رقم 1. خالد متاكد من مسميات الاصبع يعني؟ اكيد طبعا. نشوف الاجابه صح ولا غلط. الاجابه صح. واحد واثنين، ناقص لكم سؤالين. السؤال اللي جاي رقم 3. لقب صلاح الدين الايوبي. الاجابه الاولى الملك الناصر، الاجابه الثانيه الملك العادل. وانتوا الاثنين اخترتوا الاجابه رقم 1 الملك الناصر. خالد، ولقب الناصر ليه مش الملك العادل؟ عشان هو لقب الناصر صلاح الدين. صح. محمد موافق؟ اه طبعا. واحدة غلط. لا، اثنين صح. ناقص لكم 2. نشوف الإجابة صح ولا غلط. إجابة صح. آخر سؤال. صح. طلع صح هتكسبوا 4065 جنيه. طلع غلط هتكسبوا فقط نص 813، يعني 407. السؤال اللي جاي رقم 4. أبو لمعة من أشهر الشخصيات الإذاعية مثلها محمد أحمد المصري. دي الإجابة الأولى. الإجابة الثانية عبد المنعم مدبولي. خالد أنت اخترت عبد المنعم مدبولي. محمد ما مشيتش مع الإجابة واخترت الإجابة الأولى اللي هي محمد أحمد المصري. ليه ما مشيتش مع خالد في الإجابة؟
هو بلمع مش محتاج عماد احمد مصر هو بلمع. طب خالد انت اخترت عبد المنعم مدبولي. ويمكن اني انا ما تابعتش الشخصيه دي يمكن ما شفتهاش ولا مره عشان ممكن صريح معاك اني ما بتابعش اذاعه كتير. بس هي اتذاعت كتير. بس انا ما شفتهاش فعلا. حاجه بيشو. محمد احمد المصري ولا عبد المنعم مدبولي؟ لو طلع السؤال ده صح هتكسبه 4065 جنيه. جاوبته غلط هتكسبه فقط 407 جنيه. نشوف مع بعض إجابة السؤال الرابع صح ولا غلط. إجابة صح. محمد وخالد كسبوا 4065 جنيه. ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك. يعني بس انتوا برضه كنتوا متصرفين كويسين. استنونا في الحلقة الجاية و50 50.